سيادة اللواء، نبدأ بآخر التطورات العسكرية في محيط سرت والجفرة. كانت هناك عمليات عسكرية منذ فترة، الآن لا نسمع إلى وجود هذه المناوشات حول سرت والجفرة، ما الجديد؟ لا زالت الحقيقة تتوافد أعداد من المرتزقة، وهناك تحشد طبعا لهذه المجموعات، وأيضا هناك دعم مستمر من الأتراك للجبهة في من حيث الأعداد ومن حيث الأسلحة والدعم الخاص بضباط العمليات والقيادات الميدانية. ولاحظنا أخيرا إرسال دواعش آخرين ليس لهم علاقة بالسلاح بشكل مباشر، ولكنهم من ذوي الخبرة الإدارية والفنية مثل صناع المفخخات، وكذلك المتخصصين في إدارة الأموال وإدارة الذين لديهم خبرة في أيام كانوا ينتمون إلى ما يعرف بدولة الخلافة، وهي أسماء معروفة مثل فيصل بلو الذي تحدثنا عنه ومجموعة أخرى من الأسماء التي كانت تتولى مناصب قيادية في دولة الخلافة التي كانت في العراق والتي تسمى داعش، وهو تنظيم إرهابي معروف. وأيضا هناك منظمة الدئاب التي طبعا تعمل وتديرها تركيا، تقوم بتنفيذ مواضيع تتعلق بجلب المرتزقة أو مزيد منهم. الحقيقة بالنسبة للجبهة لم تتقدم أي قوة في اليومين الماضيين من جانب الميليشيات أو المرتزقة، ولكن طبعا نحن على هبة الاستعداد، قدراتنا ولله الحمد أصبحت على درجة عالية سواء من حيث القدرات الميدانية البرية أو البحرية أو الجوية. وزي ما تعرفوا أنتم أن الأتراك الآن يعني يعيدون الحسابات، وربما هم مقبلون على مغامرة. زيارة وزير الدفاع التركي والوزير القطري هي تأكيد الهيمنة ومحاولة الإصلاح بين الميليشيات التي الآن هي تتصارع فيما تبقى منها داخل العاصمة. الميليشيات لا قدرة لها طبعا على القتال أو الدخول في معارك حقيقية. الآن من نقاتلهم هم الأتراك والمرتزقة، والدعم القطري التركي المباشر الذي تعودنا على ربما كانت تركيا تدعم بشكل غير مباشر طيلة السنوات الماضية منذ العام 2014 عندما كانت تدعم درنا لتحاول أن تصنع فيها جيش أو مجموعات كبيرة من المجموعات الإرهابية لتكوين قدرة لمهاجمة مصر قبل أن تتمكن القوات المسلحة من القضاء على هذا الوهم، وذلك بالسيطرة على هذه المدينة وتحريرها من الدواعش التي كانت تسميها ولاية درنة. وأيضا طبعا نحن الآن في مواجهة حقيقية مباشرة مع الأتراك الذين كانوا يتسترون أو كانوا وراء الستار، ونعرف أن هذا عبر نشاط التنظيم الإخواني الإرهابي المصنف إرهابي. طيب في سيادة اللواء، يعني رغم ما تحدثت به من الإمدادات وزيادة المرتزقة وأيضا الاجتماع الذي أشرت إليه، إلا أن التصريحات تخرج بأنهم يبحثون عن حل سياسي لهذه الأزمة، هل هناك أي بوادر لاتصالات جديدة؟ لا، هي تركيا الحقيقة طبعا ترفع حدة التصريحات، ولكن على الأرض ليست بنفس القيمة، يعني ما نشاهده على الأرض ليس بنفس قيمة التصريحات. ولكن الملاحظ هو أن هناك ورقة يتم العمل عليها، وهي الأعداد الكبيرة من المرتزقة. يتم من خلالهم جني الأموال، ويتم من خلالهم فرض أمر واقع، ربما ورقة مساومة في المستقبل للمساومة بها فيما لو إجلاءهم أو توجيههم إلى أوروبا للتهجير أو التخلص منهم، لأنهم أصلا عبء على تركيا، لأن هذه المجموعات صنعتها تركيا وصنعها الإخوان، والآن أصبحوا عبء عليهم، وبالتالي الزج بهم في معركة ربما للقضاء عليهم أيضا من باب من أحد الاحتمالات الواردة. ويبدو أن تركيا تتوجه إلى عملية انتحارية، لأنها فتحت جبهات كثيرة وعادت على المستوى الإقليمي قوة لا تستطيع مقارعتها تركيا بأي حال من الأحوال، إضافة إلى طبيعة المعركة بالنسبة لليبيا. سرت أنتم عارفين
أن من حيث المسافة والإمداد والقدرات ونوعية المقاتلين تختلف تماما. يعني أنت تقاتل في ملتزق لا هم له إلا جمع المال ولا قضية يقاتل من أجلها، عكس القوات المسلحة التي أثبتت بسالتها والتي أضاقت هؤلاء المرتزقة الكثير من يعني بسالتها وشجاعتها وفنون طيب. القتال، والتي تراجعت نتيجة التدخل التركي الخاص بالتوجه إلى قوت الليبيين وهو النفط. إلى أي مدى يؤثر على سأعود لهذه المنطقة لهذه النقطة، إلى أي مدى يؤثر سيطرة تركيا على موانئ مثل طرابلس ومصراتة والخمس على التوازن في هذه المعركة؟ يعني أنت عارف أن المواني هذه الحقيقة هي سيادية، وهذا أكبر دليل على فقدان أي نوع من أنواع السيادة في داخل عصابة الوفاق، وأن الليبيين الذين متواجدين في هذه العصابة إذا كانوا هم ليبيين ونحن الآن نصنفهم خونة وعملاء ولا علاقة لهم بأي نوع من أنواع الوطنية، قد باعوا مثل هذه المواقع السيادية الهامة. تركيا تنظر إلى الجانب المادي بالدرجة الأولى، والنقطة الثانية طبعا بالتأكيد أصبحت هي من تتحكم في هذه المرافق اللي هي المداخل، وتدخل ما تريد وتخرج ما تريد دون أن يكون هناك أي رأي أو قرار ليبي، وبالتالي أنت أمام سيطرة نهائية. لم يعد هناك طرف آخر في طرابلس، هناك فقط الأتراك هم الحاكمون، ولا شك أنه تنظيم الإخوان هو من يتحكم في المشهد بالكامل. وربما إرسال من قلت لك نوعيتهم من المجموعات التي تقود تستطيع إدارة المال وإدارة الشؤون الأخرى المختلفة لأي يعني ولايات أو نشاط وسبق لهم ذلك، ربما يأتي في حلقة أخرى لإكمال السيطرة على العاصمة، وربما نسمع حتى عن إعلان ولاية أو شيء من هذا القبيل بعد أن يتم إحكام السيطرة، خصوصا مع هذا العدد الكبير من المرتزقة المتواجد في طرابلس والمتواجد في جبهات القتال. أعود مرة أخرى إلى الحديث عن حل الأزمة سياسيا، العديد من الوسطات حتى الأوروبية، ألمانيا تلعب دور، إلى أي مدى هناك تقدم في هذا الملف أو يقف كما هو؟ بالنسبة للجانب الخاص بمخرجات برلين والإرادة الدولية التي اتفقت حولها، نحن مستمرون فيها. يعني نحن بعد مبادرة القاهرة القوات المسلحة لم تقوم بأي أعمال يعني هجومية، نحن فقط نكتفي برد يعني الفعل، يعني إذا كان حصلت أي أعمال قتالية نقوم بالتعامل معها. وآخر ما تم من خلال ما قلناه أننا يعني سنستهدف أي وسيلة بحرية أو جوية تدخل المناطق المحددة، وتم استهداف الزورق الذي هرب به مجموعة من المرتزقة والذين لم يتم الإبلاغ عنه، وبالتالي كان هدف ومستمرين في ذلك. لكننا لم نصعد ونرفع وتيرة المواجهات احتراما لموافقة طبعا سيد القائد العام والقيادة العامة ومجلس النواب، رحبوا بهذه المبادرة وتم الاتفاق على بنودها وهي تتماشى مع مخرجات برلين وهي ما يريدها الليبيون يعني، وبالتالي نحن لازلنا نتعامل معها بهذا الصدد. ولكن في نفس الوقت صبعنا على الزناد وقادرين على المضي قدما إلى أبعد مما يتخيل الأتراك ويتخيل المرتزقة الذين أتوا بهم، أننا قادرون على الحسم إن شاء الله. وتركيا الآن هي كما قلت لك ربما تزج بهؤلاء المرتزقة إلى جحيم الصحراء أو جحيم هذا الفضاء المفتوح، وبالتالي تتخلص منهم أو ربما تستخدمهم كورقة، وفي الحالتين هي تعمل على هذين الخطين المتوازيين من حيث ما تحققه من منافع على المستوى الكسب المادي أو الكسب ما يخص على طاولة المفاوضات.